العودة القرني معظم الشيوخ ديل أولادهم بيقروا في إنجلترا بريطانيا، بيقروا في أمريكا جامعات أمريكا، بيقروا في وين؟ بيقروا في وين؟ غالبيتهم العظمى ولا بيقروا في دار المسلمين ذاته. أما ابنك أنت المسكين شغال مزارع أو شغال حداد أو تاجر أو غيره، ابنك ده لابد يموت لتنجح الثورة عشان يجوا ديل يبقوا الحكام السفلة دي. وأولاد الناس اللي بيطلعوهم يقول لك لابد تقدم ولدك ها رهينة وتقدمه بثمن بخس يموت يضبحه، ما مشكلة حتى تتمكن الثورة. ثورة فوق راسكم يا دعاة الإخوان المسلمين، يا دعاة الفتن والضلال والبدع والانحلال والانحراف عن دين الإسلام. ليه ما في واحد قدم ولده؟ وأنا دائما بناغشهم كده، ليه انت ما طلعته؟ والله أنا كبرت عندي سكري، عافيناك يا دكتور فلان، ولدك ده ما طلع ليه؟ يا أخي ذاك ولده طلع بدون ما يعرف، والله أقام الدنيا بالسودان ولم يقعدها، والجرائد كتبت عندي، عندي موجودة وموسغة، يكورك الليل والنهار، ولدي جيبه زي بوم بوم ذاك بتاع عفيناي، أمي نادى والجماعة كلهم يجيبوا له ولده، وبقى حيان بقى قصبه بس، جابوا له تاني تيت رجع تاني زي ما كان. طيب